مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس أهمية إنشاء مناطق تكنولوجية في كافة أنحاء البلاد. انقضاء الدعوى الجنائية لرشيد في تراخيص الحديد. غضب ترامب من محكمة سياتل. أنا والعذاب وهناء في معرض الكتاب. وإليكم تفاصيل النشرة. أهمية قطاع الاتصالات الذي يساهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، هذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم بالمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة العمل على تطوير القطاع ومتابعة تنفيذ برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بدعم الإبداع ورعاية الأفكار المبتكرة وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة. واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف بالنسبة لبدء العمل في المناطق التكنولوجية بمدن برج العرب وأسيوط الجديدة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء المناطق التكنولوجية بمدينتي السادات وبني سويف، حيث أكد الرئيس على أهمية إنشاء مناطق تكنولوجية في كافة أنحاء البلاد، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية. كما استعرض الوزير التصميمات الخاصة بمدينة المعرفة التي سيتم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستعتمد على تكنولوجيا المعلومات المتطورة في كافة قطاعاتها. ووجه الرئيس بضرورة الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت والعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة وتعظيم المنتج التكنولوجي الذي ستقدمه، فضلا عن أهمية إنشاء مراكز ومعاهد للتدريب بها تعمل على تأهيل الشباب. وأكد الرئيس على دعم الدولة للخطوات التي تقوم بها وزارة الاتصالات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسير استفادتهم من سرعة وجودة الخدمات الإلكترونية التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الرابع، فضلا عن مواكبة مصر لآخر التقنيات في هذا المجال. قضت محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية لرشيد محمد رشيد في القضية المعروفة إعلاميا بتراخيص الحديد وقبول طلب التصالح بعد سداد المبلغ المطلوب في قضية اتهامهم بإهدار المال العام بقيمة 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه حينما يعجز بلد عن القول من يستطيع ومن لا يستطيع ومن يدخل أو يخرج، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلامة والأمن، يعد مشكلة كبيرة. وكانت محكمة سياتل بولاية واشنطن قد أصدرت قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من 7 دول. ونصت المحكمة في قرارها على تطبيق الإيقاف المؤقت في عموم الولايات الأمريكية. إشادة إماراتية بمصر، حيث استقبل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وزير الخارجية سامح شكري لبحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة. وأشار بن زايد إلى أن مصر هي البعد الاستراتيجي المهم لعالم عربي واثق من قدراته غير قابل بالتدخلات الإقليمية في شؤونه، مشيدا بالتواصل والتشاور المستمر في كل ما فيه خير البلدين والأشقاء العرب. سالم كاتبا، حيث أقامت الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع كتاب أنا والعذاب وهناء للإعلامي أحمد سالم مقدم برنامج المصري فندي 360 على القاهرة والناس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. وتدور أجواء الكتاب حول كوميديا ساخرة لمشاهد حياتية متنوعة نتقاسمها ونعيشها. الكواليس او يعني الدافع الاساسي ان بعد ثوره يناير احنا كشعب اتلهينا قوي في السياسه وفي الاقتصاد وفي المشاكل اللي يعني اللي كانت متعلقه بالاحداث، واهملنا الجانب الاجتماعي شويه، فكانت النتيجه ان انا كل ما احنا عايزين حاجه اجتماعيه مثلا المدارس الخاصه النوادي تربيه الاولاد الاقي كم يعني كبح عند الناس وعايزين يتكلموا وعايزين في المجال ده ومحدش مهتم بيه. فانا بكتب كتابه ساخره جدا، يعني بكتب كل حاجه بس هو في الساخر بتقدر بالذات مع المصريين تقول اللي انت عايزه بشكل ظريف، يعني مش لازم اديله المعلومه مباشره بيبقى دمها تقيل، فممكن تقول له نقطه ومن خلال النقطه تديله خلي بالك من كذا او نور على الحته دي. فده كان الهدف ودي كانت البدايه، ان انا بنقل طول الكتاب
الاغتياب، سلبيات الطبقه المتوسطه ان بقوا يقلدوا بعض، المدارس بقت نوع من المنظره بعض المدارس، الاستغلال بتاع المدارس لاولياء الامور، النوادي لان الواحد هو الواحد عايز ابنه يلعب رياضه يتعلم كويس، بس بقى مع التقليد ومع الظواهر الاجتماعيه الجديده بنلاقي نفسنا رايحين في حته ثانيه خالص، والاخ مطحون وعمال يلبي في طلبات ولاده اللي بقت بالنسبه لنا مقارنه بزمان طلبات تعجيزيه. نهايه نشره، الى اللقاء.